هو كيف ناخذوا القائمه بتاع الاسعار، لقوا اكثر من 89% بتاع الاسعار في تونس هي اسعار حره، معناتها ما ثم اسعار مؤثره الا المواد المدعمه. لكن هذا ما يمكنش، وانه بالتشارك مع المهنه وزاره التجاره قاعده تركز على حلول باش تضغط على الاسعار وباش تحسن من المقدره الشرائيه بتاع المواطن. وشفنا احنا في الفتره الاخيره معناها حتى المؤشرات اللي خرجها المعهد الوطني للاحصاء نتاع الميت مؤشرات ايجابيه ومشجعه، على اعتبار انه ثم تراجع كبير سواء على نسبه التضخم والا على مستوى الاسعار بتاع الاستهلاك العائلي. وهذا اللي نطمحوا له احنا. تبقى كما قال السيد وزير التجاره وكما نعاود ناكدها انا وقلتها في عديد المرات، انه هذه كلها حلول توا ظرفيه احنا نلقاو فيها، لاخاطر ثم معناتها ضغط نتاع وقت يلزمنا نتعاملوا معاه، وقاعدين في نفس الوقت وفي نفس الاطار زاده مع المهنه ومع كل مكونات المجتمع المدني نركزوا على الحلول الدائمه للمشكله بتاع الاسعار. نحبوها تولي تستقر على مدار السنه، ما عادش تعرف الارتفاعات ومن بعد انخفاضات وارتفاعات انخفاضات، وتقعد تركز. نحبوا على حلول دائمه. ان شاء الله هذا المحور الاهم اللي نخدموا عليه، واللي ان شاء الله يعطي معناتها الافرازات نتاعو الايجابيه، وتولي الاسعار معقولة ومقبولة بالنسبة لكل شرائح المجتمع التونسي. دونك هذا الهاجس الأكبر بالنسبة لوزارة التجارة اليوم والمسؤولين في وزارة التجارة. بالنسبة لرمضان أنا أقول الأسعار باش تكون معناتها حتى أفضل من الوقت هذا، لأنه إن شاء الله عندنا من الأسبوع القادم احنا ندخل في ذروة الإنتاج الفلاحي الصيفي سواء على مستوى الخضر ولا على مستوى الغلال. اليوم الاشكال يمكن الوحيد اللي مازال قائم على مستوى الاسعار هو يتعلق باللحوم الحمراء، وهذاك علاش احنا في العاده يعني شركه اللحوم وشركه خاصه يوردوا حاويه واحده فيها تقريبا 20 طن، انطلاقا من نهارين تولي زوز حاويات يدخلوا لتونس باش نجموا معناتها نكسفوا من العرض نتاع اللحوم المحليه واللي باسعار مدروسه، على خاطر العلوش يتباع ب 17 دينار والبقري يتباع ب 18 دينار. وهالعمليه هذه نتاع التوريد خلات الاسعار نتاع اللحوم الحمراء تقريبا معناتها تقعد في مستوى واحد، ما تعودش ما تعملش ارتفاعات. دونك اعتقد خلينا نقول كانت ايجابيه بصفه معناتها جمليه ولا بصفه اجماليه. دونك في جو معناتها في باب اخر على مستوى الاستعدادات الرمضان، نعتقد انه الموضوع معناها خلى حظه. تحدثنا برشا على الاستعدادات وعلى المخزونات نتاع رمضان، لكن ما فيها باس نذكروا انه بالنسبه لماده الحليب برمجنا 55 مليون ايترا، ولحد اللحظه هذه احنا وصلنا ب 58 مليون ايترا اللي وقع تخزينها يعني في المخازن نتاعنا. وهذا خلى وزاره التجاره حتى تاخذ تمشي اخر، اعطينا معناها تقريبا 6 مليون ايترا للتصدير، باش هكاك ما نصفوش كاهل زاد الناس اللي المخزنين ونخليهم معناتها الحليب يمكن يمشي يتفرق ويتوزع وغيرها من العمليات اللي غير محبط. على مستوى اخر بالنسبه لماده الاير، نقولوا انه الاستهلاك نتاعنا يوصل تقريبا 195 مليون بيضه في رمضان، واحنا الانتاج نتاعنا يضاهي معناتها تقريبا 200 مليون بيضه. دونك عندنا فايض في الانتاج، ورغم هذا برمجنا 20 مليون بيضه كمخزون احتياطي اللي باش معناتها اذا كان مستحقون ولا نستعملوه، ما كانش طبعا يخرج في اوقات اخرى. اللحوم البيضاء ايضا احنا ننتجوا 13000 طن من اللحوم البيضاء، ونستهلك ما بين 11000 و11500 طن. دونك عندنا فايض ديجا في الانتاج، ورغم هذا برمجنا 20 مليون طن اللي هي مخزون احتياطي نجبدوه معناتها اذا كان يستحق ينالو. يعني خلينا نقول انه بالنسبه لرمضان قدره ربي باش تكون المسائل التزويد مضمونه بنسبه اكثر من 100%، وباش تكون زاد عمليه المراقبه والمتابعه باش تكون كثيفه من استعداداتنا للجانب الرقابي. فقط نقول وانه عدد الفرق باش يتضاعف، فقط نقول ايضا وانه باش نكونوا معناتها عندنا فرق باش نحطوها في الاسواق الكبرى اللي فيها برشا اقبال على الشراءات، باش يكونوا موجودين من اللي يحل السوق حتى اللي يسكر. وقيت التفاصيل تحكيها السيد وزير التجاره، على خاطر ثم برشا تفاصيل تهم المراقبه، تهم زاد ايضا مؤشر الاسعار، وتهم ايضا البرنامج المفصل نتاع المعهد الوطني للاستهلاك بالنسبه للشهر.
الغاب من اسبانيا بالنسبه للعلوش وبالنسبه للبقر يجي من فرنسا. ونعاود نذكر ان لحوم مبرده ماهيش مجمده لانها تخف في تونس في اقصى الحالات 60 70 ساعه هي تصبح على الطريقه الاسلاميه لانه عندنا بياطره يخرج من هنا عندنا مشاكل عندنا معناتها ناس اللي تخرج تكافح على عمليه الذبح وتتاكد انها هي قاعده تصبح على الطريقه الاسلاميه يعني بالبسمله والتكبير والقطع الوريد.